السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرة سريعة على لكسس LX 570 2021 باللون الجديد الزيتي وبمحرك 8 سلندر وسعته 5700 سي سي بقوة 362 حصان. الأنوار الأمامية بميزة النور العالي الأوتوماتيكي والإضاءة LED بالكامل مع أنوار الضباب وأنوار الرؤية الجانبية وبغسيل أنوار وكاميرا أمامية وأربعة حساسات. الجنوط ألمنيوم مقاس 21 إنش والشكل الجانبي بديكور كروم أسفل النوافذ والأبواب وبطي كهربائي للمرايا وكاميرا جانبية وأنوار ترحيبية والدخول للسيارة ذكي من جميع الأبواب. الخلفية بكاميرا وأنوار LED على شكل حرف L والصدام بزوائد وأربع حساسات وفتح الشنطة كهربائي. وهذا عدة السيارة: الهوك الخلفي، سماعتين وايرلس، أغطية الجنوط والفراشات مع سجادة وأدوات الإسعافات الأولية وطي مقاعد الصف الثالث كهربائي. الباب الأمامي مكسي بالجلد وبديكور على شكل خشبي وكروم وبثلاث ذواكر لحفظ وضعيات مقعد السائق والمقود والمرايا. كتابة لكسس مضيئة ترحيبية على عتبات الأبواب. المقاعد جلد وبتسخين وتبريد. المقود بتخشيبة مع جلد طبيعي وبتحكم بشاشة الطبلون والشاشة الرئيسية ومثبت سرعة والمساحات أوتوماتيكية بحساس الأمطار. عرض الكاميرات المحيطية وإطفاء الحساسات. فتح الشنطة وتشغيل أو إطفاء الفتح الكهربائي. وهذه الشاشة الرئيسية تعرض الكاميرات المحيطية وتدعم البلوتوث والخرائط والمكيف بتحكم منفصل بدرجة حرارة منفصلة لأربع مناطق. منفذ ذاكرة الخرائط، شاحن وايرلس مع منفذ USB وUX، هاند بريك إلكتروني وماوس للتحكم بالشاشة. تسخين وتبريد مقعد السائق والراكب. نظام الالتفاف في المناطق الضيقة، نظام الزحف، مانع الانزلاق، ديفلوك وسطي وسكند ستارت للبدء بالجير الثاني. التحكم بدرجات نظام الزحف. وضعيات القيادة: إيكو، نورمال، وسبورت وسبورت بلس. الدبل الخفيف والثقيل، هيدروليك لرفع وخفض السيارة. الأنوار الداخلية LED لمس وشماستين وقابلة للسحب. صندوق تبريد أو الثلاجة وفتحة سقف. وهذا مفتاح السيارة بنسختين عادية مع تشغيل عن بعد، والنسخة الخفيفة عبارة عن كارت يمكنك من خلال الدخول إلى السيارة والتشغيل. الصف الثاني بستائر جانبية وشاشتين والتحكم بالمقاعد كهربائي. وهذا التكاية بتحكم بالمكيف الخلفي وتبريد المقاعد. استهلاك البنزين: السيارة تمشيك 8.2 كيلومتر باللتر الواحد. السيارة متواجدة في شرق الأوسط الحديث للسيارات، والسعر وأرقام التواصل في وصف الفيديو. لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.